رحلتنا البحثية أين نحن في المكان والزمان؟ سنقوم بتقييم قراءة المتعلمين لدرس مدرسة السلطة الثانوية، ثم سنقوم بمراجعة أزمنة الأفعال من فعل ماض ومضارع وأمر. المهارة الإملائية: التاء المربوطة والتاء المفتوحة، حيث أن التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف وتنطق تاء عند الوصل، أما التاء المربوطة فإنها تنطق تاء عند الوقف والوصل. سيتم عمل مطوية منشور توعوي عن أهم الآثار الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عزيزي المتواصل، احصل على تصميم منشورا يجلب انتباه المجتمع المحلي. يجب عليك أن تراعي أثناء كتابة المنشور سلامة اللغة وصحة التراكيب وتوظيف علامات الترقيم وخلو الكتابة من الأخطاء الإملائية ورسم الحروف بشكل صحيح. أما بالنسبة إلى معايير كتابة المطوية فسنبدأ بالتنظيم. تضع صورا للأماكن الأثرية في الأردن مع ذكر ميزاتها. أن تكون جميع الآراء والأفكار منظمة بطريقة منطقية والأفكار تبنى على بعضها البعض. بالنسبة لإنتاج النص، أن تدعم أفكارك بأدلة وشواهد وتفاصيل ذات صلة جذابة ومنوعة. توظف بعض الأساليب الإنشائية مثل النهي والاستفهام والتعجب. بالنسبة لاستخدام اللغة، توظف ما لا يقل عن 4 أماكن أثرية في الأردن تتحدث فيها عنها بلغة سليمة. يجب أن تخلو كتابتك من الأخطاء الإملائية وتوظف علامات الترقيم. دمتم بخير وعافية أصدقائي الطلاب.